خير كارلا، ميري كريسماس معنا مالتا اينا. ميري كريسماس لك كمان. شو هالموف الغير شكل على طول انا بتغزل بجوزيف، والبلو سيال على عوينات مع القميص. لا كثير هيك جوزيف، ما فينا ما فينا اعصابنا واعصاب المشاهدين ما بتتحمل. ثانك يو. بعرف كثير هلا صبايا وستات من رأيي عم بيحضروا، بيوصل لي اخبار. الله يخليك جوزيف. مثل ما قلت نحن هالسنه قطع كتير مبادرات صحية عالمية، ومرقنا بكتير من الأمور يلي لازم نشتغل عليها ونحسن منها. وحبيت بآخر سنة 2015 يلي ما كانت كتير منيحة على كتير من الأشخاص، ضوي عن أهم المبادرات العالمية يلي اتخذتها منظمة الصحة العالمية WHO. نعم. طبعا انا رح ركز على الامور اللي بتتعلق بالتغذيه. هو في مبادرات اخرى كبيره كمان اخذتها منظمه الصحه العالميه بتعنى اكثر بالصحه عامه. رح نركز على الامور اللي لها علاقه بالتغذيه، وهلا انا اكيد انه جوزيف انت رح تكون من رأي المناصرين من المناصرين. رح بلش باول مبادره عالميه واللي هي لها علاقه بالوقايه او تجنب الوفيات المبكره يلي عم بتطال كتير من الأشخاص. يعني أكثر من 60 مليون وفاة ناتجة عن أمراض القلب والشرايين، السكري، الكوليسترول، نعم، بعمر مبكر. يعني وقت نحسب عمر مبكر يعني قبل عمر 70 سنة. نعم. وهي هالوفيات لسوء الحظ ممكن نتجنبها. يعني مش انه بيقول الواحد مرض مستعصي ما له علاج. كل هالأمراض اللي عدتها تبين انه لها علاقة وثيقة بعدة عادات صحية وغذائية نحن فينا نتجنبها. من اهمها يعني كان في 9 امور لازم نتجنبها بصورة خاصة، ورح نركز تحديدا على التبغ، طبعا التدخين، قلة الحركة كانت من مسببات هالوفيات المبكرة، استهلاك مفرط للملح، ارتفاع ضغط الدم يلي هو طبعا فجأة وما مننتبه له، والاستعمال السيء للكحول أو استعماله بشكل مفرط، يعني استهلاك زائد جدا وبكميات مؤذية للجسم. وتبين أنه هل إذا الشعوب والبلاد والحكومات قررت بتاخد طريق معينة لا تتوقع منها او توعي العالم على هالامور الاساسيه، ممكن انه انت بسنه 2025 تتجنب او تخفف من تقريبا 25% من هالوفيات. يعني هو رقم كثير كبير. هلا شو عم بيصير جوزيف بكثير من البلدان؟ بصير اهمال كمان بالعلاجات بالادويه يعني ولا العلاج لحسن الحظ بدي اقول عم بيكون موجود مثل حريقه وعم بتطفيها ليطفي الحريق. نعم. بس هو الافضل لانه في كثير اوقات انت ما بتعود مسيطر على النار وبتصير الوفيات. ببطل الدواء يفيد ولا ينقذ الحياه. من هيك الافضل عم بيكون بالوقايه. واللي عم بيصير انه كثير من البلدان هلا مثلا مؤخرا بتركيا صار في ضريبه عاليه على الدخان والمنتوجات التبغ، وبالتالي خف استهلاك التدخين لان في هالضرائب. في بعض البلدان وهي انا تفاجأت فيها صار في ضريبه على المنتوجات الغنيه بالملح والسكر والدهون غير الصحية، مثل بهنغاريا، مثل يعني هنغاريا تحديدا حطت ضريبة على هالمنتوجات، وبالتالي اضطر المصنع يحط كميات أقل من الملح والسكر والدهون لحتى ما ياخد ضريبة عالية عليها والناس ما تعود تشتري له منتوجاته لأن بصير سعره مرتفع. ونفس الشيء صار في حملات لتخفيف كمية الملح بالخبز، بالاكل اللي بناكله كل يوم بكثير من البلدان، طبعا مكسيكو، كندا، ارجنتين، برازيل، يو اس اي الى اخره. بقى نحن كاشخاص لازم نبلش تلقائيا نخفف من استعملنا للملح. هلا رح نحكي عن السكر دغري بعد شوي، والكحول والتبخ
نتحرك، هيدي اهم شيء. قد ما فينا هي بتصور نتحرك كل شيء. صح نتحرك. وبرجع بقول بالنسبه لقله الحركه جوزيف، نحن برجع بذكر جربوا جمعوا الحركه بالنهار، ما تضل ما مش انا قصدي غيروا كل البروجرامكم بالنهار وحطوا لي ساعتين رياضه، لا جمعوا خمسه من هون، 10 دقائق من هون، ثلاثه من هون، اربعه من هون، بنوصل للساعه. لانه هذا صرنا اكيدين منه بكل شيء وبكل الحالات، انه الرياضه هي شيء اساسي لصحتنا بكل النواحي، بكل النفسيه والجسديه. صح. نرجع ننتقل للمبادره الثانيه، وهيدي طنت كثير وضج الحديث فيها بسنه 2015، وهو الدعوه لتخفيف استهلاك السكر المضاف، ما يعرف بالفري شوجرز. شو يعني فري شوجر او سكر مضاف؟ يعني كل السكر يلي بزيده مش انا بالاكل، بخبى بقلب الاكل اللي عم باكله. يعني مثلا ملعقه كاتشب جوزيف فيها ملعقه سكر، يعني بملعقه طعام من الكاتشب فيها ملعقه صغيره من السكر، مين بينتبه قديش بحط كاتشب مثلا؟ طبعا صرنا نعرف انه المشروبات المحلات ان كانت غازيه او غير غازيه ممكن بالقنينه او بالعبوه او بالتنك الكان يكون فيها تقريبا 10 ملاعق صغار من السكر. برجع بذكر ما بس نخاف من المشروبات الغازيه، حتى المشروب يلي ما يعرف بعصير، طبعا بغض النظر بنحط على جنب العصير الطبيعي، هي بتجمع فيه كميه سكر كبيره. لا. هل يا ترى يا جوزيف ممكن نحن نوصل باستهلاكنا اليومي بس ناخد 5% من مجموعة الطاقة من السكر المضاف؟ منه شي سهل إذا أنا بتكل كتير على الأكل المصنع. تبين أنه الأولاد أكثر شي معرضين لزيادة وزن، هي دول صار مثبت علميا، زيادة وزن وتسوس السنين، على فكرة كبار كمان، هيدي بال يعني للأشخاص بحبوا يقروا التقرير كتير حلو على السايت تبع WHO. حتى الكبار، لأنه ما بنفكر كتير بتسوس أسنان عند الكبار، بس كمان معرضين لتسوس أسنان وقتها يستهلكوا أكثر من 20% من الطاقة. لا ننتبه على اسناننا، وطبيب الاسنان عندنا شاطر. على كل حال هيدي كثير مهم انه الواحد يكون عنده طبعا غذاء سليم بالاضافه للايجين دونتير او ما يعرف بالنظافه الشخصيه تحديدا على الاسنان. هي كمان كثير مهمه، وبنلفت نظر كل المشاهدين انه بالنهار ما لازم ناخذ اكثر من، تنقول اذا قلنا 10% من الطاقه من جسمنا يجي من السكر المضاف، يعني 10% ما لازم يتعدوا. اذا انا عم باخذ 1500 سعره حراريه بالنهار ما لازم يتعدى ال 150 كالوري. هلا بتقلي معقول انا اخذ 150 كالوري من السكر بالنهار بلا ما نحس فينا؟ نرجع نحكي عنه بالتفاصيل اكثر لانه بدها، اذا بنطلع بهانيا بناخذ 150 ما هيك؟ لا هانيا ما بتحط كثير سكر. لا لا بعدين ناكل قطعه. لا مش على هيك، مش عم بقول قد ما انها حلوه. هيك مزبوط. بعدين في مبادرتين لهم علاقه بسلامه الغذاء كثير مهمين. مبادره تعنى ب او بتتحكي عن اهميه سلامه الغذاء من الارض للصحن او من المزرعه للصحن، from farm to fork، يلي هي كثير مهمه انه سلامه الغذاء عند الشعب ما بتتوقف على مجموعه معينه او شخص معين، هي بتطال تشين كامله او سلسله كامله، بتبلش من عند المزارع للمستهلك. وهي اكثر شيء ركزوا جوزيف على خمس مثل ما بيقولوا مفاتيح، يلي هي اهم. اول وحده النظافه، ثاني وحده الفصل بين كل شيء ني كل شيء مطبوخ، نطبخ جيدا يعني يطهو على درجه حراره منيحه، نحفظ بالدرجه المناسبه يعني يا مسقع يا سخن، واستهلاك مي نظيفة أو استعمال مي نظيفة بكل المجالات، يعني أنا وعم بزرع، أنا وعم بطبخ، وأنا وعم بجلي إذا بدك، ومواد أولية نظيفة وسليمة. ودغري وراها
نوصل للمبادرة الثانية اللي هي العلاقة بالأطفال. وتبين جوزيف أنه عندنا وفيات كتير ناتجة عن تسمم الغذاء وعند الأطفال بشكل خاص، يعني الفاست فود يلي هو ما بنوقف لهم اياه. صحيح، ولا هو كمان مش بس بالنسبه لكنوع الاكل، بس هو كمان للتسمم الغذائي، يعني الاشخاص الاطفال يلي بياكلوا اكل ملوث بالبكتيريا. يعني تبين انه الاطفال اكثر شيء عرضه للتسمم الغذائي. كل سنه من اصل 10 اشخاص بينصابوا او بتصير عندهم تسمم غذائي عندك شخص بيموت منهم. يعني تقريبا عالميا اذا حسبنا تقريبا عندنا شيء 420 الف وفاه من تسمم الغذائي، 125 الف منهم اطفال. ليش؟ لانه الجهاز المناعي عندهم ضعيف، ما بيقدروا يقاوموا التسمم الغذائي. من هيك بنرجع بنشدد وبنقول انتبهوا، استعمل المي نظيفة خاصة خلال تحضير الطعام للأطفال، واستعمال مواد أولية. جهاز المناعة بذروته بيكون بأعمار العشرين؟ يعني هو بدك تحسب اليونج أدالت، يعني الراشد الشاب بيكون عنده أكتر شيء جهاز مناعة قوي. الأطفال الصغار، المسنين، الأشخاص اللي عندهم مرض معين كمان، ووقت تكون عنده سيدة حامل عم بترضع جهاز المناعة ده بيكون ضعيف. ثانكيو، شكرا لك جوزيف، عليك وعليك كمان وعلى كل المشاهدين. هابي نيو يير، ان شاء الله تكون سنه منيحه ومليئه بالصحه للجميع. بريك وبنرجع، خليكم معنا.